وطبعا على الحكم المساعد الاول. سليم بن عاشور كره باتجاه المرمى، هدف قدساوي الدقيقه 12. تشهد كره رائعه باتجاه المرمى، كره خادعه للياباني سوزوكي، هدف ثاني يا سليم. سليم سليم يا سليم، سليم بن عاشور يضع الخبره يضع الجمال ويسجل في مرمى الابطال السابقين لاسيا. 27 سنه سليم بن عاشور، شوفوا نتابع مره اخرى، رائعه بجانب القائم الايسر للمرمى وباتجاه المرمى، هدف في مرمى الحارس صاحب ال 30 سنه ريوتا سوزوكي. ما ينفع معها سوزوكي ولا تويوتا ولا ميتسوبيشي.